كنا عم نحكي المرة الماضية إيش في تستات تنعمل للمريض اللي عنده اسكيميك هارت ديزيز، إيش في تيست بتنعمل بالعيادة أو بالمستشفى لمريض عنده اسكيميك هارت ديزيز عشان تكون فيرم دايجنوسيس، عشان نتأكد من دايجنوسيس. كل المرضى لازم نعملهم إي سي جي، تخطيط قلب. هلا وجدوا هم إنه الإي سي جي بيكون أب نورمال بسبب الاسكيميك هارت ديزيز أو الستيبل أنجينا خلال الاتاك. لما بتكون عند التشست بين بيكون اي سي جي اب نورمال، يعني في مشكله بالاي سي جي ومبين، وما كسر 10 دقائق بعد التشست بين. يعني لو راحت التشست بين وضل بس 10 دقائق ممكن كمان نلحق الاي سي جي وهو اب نورمال، لكن بعد ذلك بيرجع نورمال زيه زي الناس العاديين. اذا الاي سي جي امتى بيكون اب نورمال او بتغير او بيساعدني بالتشخيص؟ لما في حالة الستيبل انجينا، لما يكون عنده اكيوت اتاك، يعني لما تيجي تشست بين، يعني نفرض اعمل اكسرسايز واجد تشست بين، لو قست الاي سي جي بهذا الوقت بلاقيه اب نورمال، وبالتالي بساعدني بالتشخيص. وعشر دقائق بعد التشست بين برضه بضل اب نورمال، بعد هيك ساعة ساعتين ثلاثة يوم يومين برجع نورمال طبيعي. فما بستفيد اني اعمل اي سي جي بعد مثلا نص ساعة أو يوم أو يومين من الشست بين، لأني ما راح أستفيد منه، بكون طبيعي زيه زي غيره، ما بيساعدني بالتشخيص. طب شو رأيكم؟ هل كل المرضى بيقدروا يوصلوا من لما يجيهم الشست بين لما يوصل الدكتور بين، في حدا يوصل بعشر دقايق؟ أكيد لا دكتورة. طيب شو الحل؟ نجرب تيست ثاني. نايتروجليسرين لا مش عم نحكي شو في عنا حلول لنقيم التشست بين، احنا عم نحكي شو في عنا تستات او دايجنوستيك تيست نستخدمه للتشخيص. فانا بدي اياه يكون التشست بين اب نورمال، يعني تشست بين، وبدي اياه الحقه واقيسه الاي سي جي، تخطيط قلب بدي اعمل له تخطيط قلب وهو عنده تشست بين. بس المشكله كيف بدي الحقه؟ ما بقدر يوصلني هو على العياده 10 دقائق من التشست بين. شو في حلول اخرى دكتورة؟ بنعمل له كارديك ستريس تيست عندي بالعيادة. يعني ستريس تيست ايش هاد؟ هذا اللي هو بكون بطلع تريدميل وبقيس له اللي بيعمل الستريس اجهاد، ومن خلاله ببلش القياس. بالضبط. حضرة بتقول لكم انه انا ليش استنى مثلا تشست بين بالبيت وبعدين يجيني على العيادة؟ لما بيجيني على العيادة بيكون اكيد ما عنده تشست بين. بقول له احنا بدنا نجيب التشست بين، كيف بدنا نجيبه؟ بدنا نخليك تعمل اكسرسايز جوا العيادة، كون احنا بنلحقش انه انت تيجي من البيت خلال 10 دقائق واقيس لك الاي سي جي تبع القلب، تخطيط قلبك، وانت بالعياده بخليك تعمل الاكسرسايز. ولما بيعمل اكسرسايز بيجي تشست بين، ولما يجي تشست بين باخذ الاي سي جي. فبتلاقوهم بالعياده عندهم تريد ميل نسميه كاردك ستريس تيست، بتلاقيه عندهم تريد ميل. في ناس بيكون عندهم بسكليت بايسكل، بخيل لي يعمل عليه اكسرسايز. هذا الجهاز التريدميل او البايسكل مشبوك بجهاز الاي سي جي. اول ما ببلش المريض يعني يتحرك ويعمل اكسرسايز شوي شوي ببلش يدخل في التشست بين. لما بدخل بالتشست بين عاد خلص ساعتها الاي سي جي، جهاز الاي سي جي باخذ القراءه وبنلقطه بالقلب نورمال فيز، بعدين بنوقف الجهاز وبنريحه وبتروح التشست بين. واضح اني انا بخليه جوا العياده يبذل مجهود. لما ببذل مجهود جوا العياده معناها صار في عنده تشست بين، معناها بقدر اخذ اي سي جي له. لما اخذ الاي سي جي المطلوب بقعده بريحه وخلص بروح. طيب افرض في ناس حيجوني يقولوا لي ما في ناس ما بيقدروا يعملوا يمشوا، ما بقدروا يمشوا على التريدميل، ما بقدروا يلعبوا على البسكليت، شو في حل آخر غير إني ألعب على بسكليت أو على التريدميل؟ دكتورة خلي أكل هيفي ميل. هيفي ميل حلو المبدأ، بس الهيفي ميل حيطول. الهيفي ميل بتجيب التشيست بين بس بيطول لا يجي يعني، ومين بده يجيب لك هيفي ميل؟ دكتور حجيب لك سدرمان سفيان على العيادة. يعني تفكير حلو بس يعني مش قبل كبل. ممكن نخليه يصعد درج أو هيك عن شي.
او يمشي، ولو بده يمشي بيمشي على تريدميل ومش قادر يمشي، يقول لك يا عنده روماتيزم يا عنده ركبه يا عنده ظهر وديسك، فبرضه اللي مش ممكن نستخدم دراج. نستخدم دراج ممكن. شكلها محضره اليوم خضره، ممتازه خضره. بنعطي دراج يعمل تحفيز كانه عم بيعمل اكسرسايز. في دراج اسمه الدوبيوتامين بيتا 1 اجونست، اجونست وليس انتاجونست، اجونست. هذا لما باخذ المريض هذا الدواء كانه عم بيعمل اكسرسايز، يعني هو قاعد بعد جرعه ما ياخذ جرعه الدواء، هي جرعه واحده، بصير عنده تاكيكارديا وبصير يعرق كانه هلا كاين يلعب على التريدميل. يعني كاني عم بعطي له محاكاه للستريس، اسمه فارماكولوجيكال ستريسر، يعني بحفز الستريس جوا الجسم، يعني بزيد الكارديك هارت ريت وبصير سويتنج وبتعب، بدخل بالتشست بين وبعدها باخذ الاي سي جي له. فاذا الاي سي جي بس بقيسها بثلاث طرق. اذا والله واحد ساكن جنب المستشفى ويدوب دخل هالطوارئ وعملت له اي سي جي، خلص كان لكي ولحقته خلال 10 دقائق، بس هذول قلائل جدا. تاني خيار اني اخليه يدخل العياده ويلعب على تريدميل. لما بعمل اكسرسايز بقيس له الاي سي جي. ثالث خيار اذا مش قادر يعمل اكسرسايز بعطيه الدوبيوتامين وهو بيتا 1 اجونست، بصير عنده ستريس، بصير عنده زي كانه بيعمل اكسرسايز، وبصير عنده تشست بين بقيس له الاي سي جي. اذا عندي ثلاث طرق لقياس الاي سي جي. اي سي جي عادي اذا لحقته خلال التشست بين او 10 دقائق ماكسيمم بعدها، او بخليه جوا العياده يعمل تريدميل او بايسيكل، يعني يعمل مجهود باي طريقه، او بخليه ياخذ دواء اذا مش قادر يعمل اكسرسايز. قادر يعمل اكسرسايز ما بعطيه دواء، شايفين الدواء بس فور بيشنتس هو ار ايبل تو اكسرسايز. ثاني ممكن اعمله للمريض. شيء ثاني ممكن اعمله هو نعمل صورة للقلب، صورة تلفزيونية بنسميها راديو جرافيك ايفالويشن، اللي هو ليكو، بشوف القلب الحجرات تبعه، هاي الار اي للرايت اتريوم، ار في الرايت فنتريكل، هو مقلوب، هاي مش عارف ليش الصورة مقلوبة، ليفت اتريوم ليفت فنتريكل، بشوف قديش اللي عم بيعمل بامبين، ممكن يبين معاي اذا في هايبرتروفي بالقلب ولا ما في، عضلات القلب ممتازة ولا لا. ممكن برضو من الايكو يعطيني فكرة عن الاجكشن فراكشن اللي شرحناه وقت الهارت فيلير، هذا كله بالايكو. بعمل راديوجرافيك ايفالويشن اللي هي ايكو كارديوجرام، هي صورة او صورة تلفزيون بتعطيني فكرة عن وظائف القلب، انها اوكي الحجرات كلها شغالة ومش شغالة، كيف اموره، هذا بيعطيني اياه الايكو. برضو من التست اللي ممكن اعملها كوروناري انجيوغرافي اللي هي القسطرة. هلا شو مبدأ يا جماعة عمل القسطرة؟ المبدأ عمل القسطرة اني بعطي المريض مادة ملونة بسميها داي او كونتراست ميديا. هاي المادة الملونة لما بعطيها هون من الفين تبع الفخدة وبتبعها على التلفزيون عندي بالعيادة، يعني بعطي مادة ملونة، وهاي المادة الملونة تخيلوها اللون الأخضر، بتبعها وهي ماشية، يعني لو البلد هو مادة ملونة كان ما في داي أعطي داي، بس أنا بدي أتبع عليها كيف عم تمشي، هل الشرايين فاتحة ولا مش فاتحة. فبعطي هاي الداي من هاي المنطقة الفخذ، والمريض بيكون صاحي باي ذا واي، بالقسطرة المريض بيكون صاحي وشايف. بس هون محل غزة الإبرة اللي بدي أدخل فيها المادة الملونة نعطي لوكال أنستيزيا مشان يعني الألم تبع الإبرة بس، أذروايز هي حتى لا تعتبر سيرجري رسمي، بيعملوها بالعيادة برا بالعيادة، مش ضروري تدخل المستشفى. تدخل هاي المادة الملونة بصير أتبع فيها، أتبع فيها كل ما هي ماشية أمورها منيحة معناها الفيزل فاتح. إذا حسيت في مشكلة تسكير، يعني شايفين هي عم تمشي عم تمشي بعدين عم توصل وين؟ على الكورونري ارتري. نيجي هون، هذا هو الهارت وهي الكورونري ارتري. طول ما هي ماشي الداي، طول ما هي ماشي الداي، اذا البلد فيزل فاتح. طول ما هي ماشي الداي وانا شايفها على التلفزيون البلد فيزل فاتح. طيب افرض الداي ماشي ماشي ماشي، فجأة هون وقف مشانها يعني.
هون بالمرة بطلت تمشي ولا خطوة لقدام للدال. هذا ايش بيعكس لك؟ ايش عني؟ فلات دكتور. فلات يعني ايش؟ تجلطات تجلطات. ام اي راح يكون ام اي. خلينا نحكي بالتيرمز اللي احنا بنعرفها، يعني ام اي الداي عم تمشي بعدين فجأة وقف مشيها، بطلت تمشي ولا نقطة، هاي ام اي. يعني توتال اوكلوجن او توتال اوستركشن، هاي ام اي. طيب افرض الداي عم تمشي وقفت هون بس صارت يدوب وتنقط نقطة نقطة، يعني اشي لا يذكر بس فاتح الطريق، هذا ايش اسمه؟ انستابل انجينا. واذا الداي عم تمشي وضلت تمشي بس تقريبا 50% او 70% من المشيها الاولاني، هذا يعتبر انستابل انجينا. شايفين؟ فاساس القصه لانها تكون تشخيصيه، يعني الكاثترايزيشن هي اساس تكون تشخيصي. ايش يعني تشخيصي؟ يعني انا بعطي الماده الملونه عشان اشوف اذا في تسكير ولا ما في تسكير. مش بتسمعوا كثير انه عملوا له قصر وطلع ما في اشي؟ يعني طول ما هي الداي ماشية الامور فاتحة، مش مسكرة، ماشية وفاتحة الامور. ممكن يلاقي عنده تضيق شوي بس مش لدرجة انه اشي يخوف، يجي يقول للمريض خلاص انت امورك نورمال فيش عندك اشي. تمام؟ اذا الاساس في القسطرة تكون تشخيصية، بدخل المادة الملونة وبشيك على البلد فيزلز انها كلها فاتحة. طيب افرض انا لما اعطيت الداي كدكتور وفجأة انقطع الدم بطل يمشي وقلنا ام اي. طب ام اي هاي فيش فيها مزح، لازم اتدخل. فهون اذا ركبت ستنت او شبكة معناه بصير قسطرة علاجية، وهذا حنحكي عنه باخر الشابتر شوي كم كلمة عن القسطرة. فإذا الفرق بين القسطرة التشخيصية والعلاجية. التشخيصية انه انا بس بدي اشيك الفيزلز فاتحة ولا لا، إذا كل الفيزلز فاتحة أو في تضيق يعني شوي مش إشي بخوف، ساعتها اسمها تشخيص وخلص اكتفيت. إذا أنا كدكتور وأنا بعمل القسطرة التشخيصية لقيت تسكير يعني ام اي وفتحته امتى الكلوت وحطيت شبكة، لا ساعتها صارت ام اي، صارت قسطرة علاجية. قسطرة علاجية شو يعني علاجية؟ يعني ركبت شبكة هون محل التسكير محل الكلوت، بركب شبكة عشان أسلك الأمور زي المصرف. كيف بتسلك الأمور؟ بتركب شبكة علاجية. فهي عم بقول لك الكورونري أنجيوغرافي يعني هي القسطرة، كاثترايزيشن هي نفسها قسطرة، اكتبها بالعربي كاثترايزيشن. الأساس فيها دياجنوستيك يعني علاجي مشان اشيك اذا في اشي مسكر او مش مسكر، واذا مسكر وين مكانه يعني. والانترفنشنال هي ايش؟ العلاجية. اذا دياجنوستيك تشخيصي وانترفنشنال علاجي. علاجي معناه بدي اركب شبكة. طبعا شبكة في انواع، مش من هون تحفظه، نحفظها اخر اشي. من ثرومبولايتك من ايميل الكلوت الموجودة، بعدين بعطيه بحط له شبكة محل الكلوت اللي كانت موجودة. ما تدخلوا بأنواع الشبكات يعني، هون ما تدخلوا بالتفاصيل، بس بدي تعرفوا ان العلاجية معناها شركبنا شبكة، تدخلنا علاجيا. طيب نيجي هلأ على التريتمنت. هلأ هيك خلصنا التشخيص. التشخيص اذا مينلي يعتمد على السيمتومز، تيبيكال انجينا سيمتومز، ويعتمد على الادوات التشخيصية الاخرى، منها الاي سي جي. والاي سي جي قلنا ثلاث طرق لحسابه، ومنه الايكو ومنه ايش؟ القسطرة. هاي كلها ادوات بتساعدني بتشخيص الستيبل انجينا. نيجي هلا على التريتمنت. باي ذا واي التريتمنت من هون وطالع انا بحكي عن الستيبل انجينا فقط. الانستيبل انجينا والام اي كونه التريتمنت تبعها بالمستشفى ما رح نغطيها بهذا التشابتر ولا بعدين، يعني ما بتتغطى. التريتمنت اوف انستيبل انجينا وام اي ما بنغطيها هون بالثيرابي، لأن هي hospitalization. الكرونيك ستيبل انجينا هاي بدنا نغطيها بالتريتمنت. طيب الهدف من التريتمنت طبعا اني اخفف السيمبتومز اللي هي chest pain، اعمل لايف ستايل موديفيكيشنز. شو رايكم؟ شو اللايف ستايل موديفيكيشنز اللي ممكن اعملها؟ كولي ايش ممكن في تغيير لايف ستايل لمريض عنده ستيبل انجينا؟
دكتورة ممكن يقلل الفاتي فود healthy diet يكون يكون تقريبا بالضبط healthy يعني اشياء الديسليبيديميا. مش احنا متاكدين انه الديسليبيديميا هي اساس الديزيز؟ فبروع على التي ال سي تبع الديسليبيديميا اللي هو ثرابت لايف ستايل موديفيكيشن او تشينجز، بحطه سلو فاتي فود، بنزيد الخضره فواكه اللحوم، بنركز على الاسماك، هذا كله موجود هون. سمك على الاقل بده ياخذ 2 سيرفينج اوف فيش بير ويك، بده يقلل الفات انتيك، الكوليسترول، الساتوريتد فات الموجوده بالمقالي بالسمنه بالزبده، هذا كله بده يقل. بتزيد الفايبرز، بده يزيد الفروتس الفيجيتابلز، هذا كله بده ينزاد. بقلل الصوديوم انتيك اذا هو عنده هايبرتنشن، نقلل الصوديوم، هذا كله من يعني ضمن الدايت. بايظه من لايف ستايل اعمل ويت ريدكشن اذا هو اوبيس بده يقلل الوزن، نحاول يعمل اكسرسايز بس از توليريتد. ايش يعني از توليريتد؟ يعني لحتى ما يتحمل. يعني ما باكد على نقطه انه الاكسرسايز لازم 5 ايام بالاسبوع وكل مره مودريت انتنس، ما هو بيقدرش. لا، بنقول له عمو ما تضلك قاعد، حاول حرك حالك، اول ما تحس حالك تعبت لا وقف، تمام؟ يعني خليه هو معيار نفسه، لما طول ما هو عم بيمشي ومش تعبان خليه يضل يمشي، اذا هو تعب او اللي بيتعب خلاص باخذ ريست وبرتاح، بتروح التشست بين. بس ما بنقول له كونه بتجيك التشست بين على مع الاكسرسايز ممنوع تعمل اكسرسايز، خطا. لازم نعمل اكسرسايز بس يعني على الخفيف. وكونه السموكينج والالكوهول من الريس فاكتور، بدنا نعمل سموكينج اند الكوهول سيسيشن. والبيرسوناليتي اي هاي جي صار نحكوا عنها، قلنا بده يحاول يغير من شخصيته، يروح على جروب يساعده، يحاول يشوف دكتور اذا هو مش قادر يسيطر على حاله. بس هاي كونها من الموديفايبل ريسك فاكتورز هاي المفروض تتغير، بيرسوناليتي اي ريسك فاكتور هاي من اللايف ستايل. الشورت تيرم جول اذا اقلل تشست بين، اعمل بريفنشن للاسكيميا. يعني ايش معنى؟ اذا كنت انا ستيبل انجينا بعمل بريفنشن يصير انستيبل انجينا، واذا كنت انا انستيبل انجينا هدف التريتمنت اني اعمل بريفنشن للام اي يعني، واذا كنت ام اي هدف التريتمنت امنع الايش الدث. يعني التريتمنت لما بعطي دواء هدفه يمنع الخطوه الجاي او المستقبليه من المرحله اللي هو فيها. فاذا انا كنت ستيبل انجينا بدي امنع الاكيوت كورونري سيندروم، وإذا كنت أنا بالانستابل أنجينا بدي أمنع ام اي، وإذا كنت أنا ام اي بدي أحاول أمنع الدث قدر الإمكان. برضه من هدف التريتمنت إنه أعمل اكسرسايز توليرنس أحسنه، يعني يصير عادي يرجع شوي زي قبل، يقدر مثلا إنه يروح على الجامع، إنه يروح حوالين البيت يتمشى، إنه يزور أصحابه مثلا من غير ما يضل عنده تشست بين. نقلل موربيديتي دخوله على المستشفى. في سؤال من اللونج تيرم، طبعا اني احاول اخفف السكندري ام ايز. شو يعني سكندري؟ شو الفرق بين برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن؟ ايش الفرق بين برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن؟ يا جماعة ما مر عليكم هذا الترم برايمري بريفنشن سكندري؟ اعتقد سكندري يمنع المورتاليتي والموربيديتي. لا، اجابة ثانية. شو الفرق بين برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن؟ البرايمري انه بيكون في عنده ريسك فاكتور بس ما صارت معه من قبل، لانه احنا بنمنع حدوثها. اما السكندري بتكون صارت وبدنا نمنع رجوعها مره ثانيه. ممتازه يا عاليه. يعني برايمري بريفنشن واحد عنده مثلا ستيبل انجينا بدي امنع انه يصير عنده ام اي بالمستقبل، بدي امنع انه ينجلط رسمي، فهاي اسمها برايمري بريفنشن. بس هذا المريض ما عنده ام اي، ما عمره صارت عنده الام اي، تمام؟ فهاي برايمري بريفنشن. او واحد عنده ريسك فاكتور للستيبل انجينا ولسه ما صارت عنده ستيبل انجينا بس عنده ريسك فاكتور، عنده دايابيتس، عنده ديسليبيديميا، عنده هايبرتنشن، هذا اسمه برايمري بريفنشن لانه فعليا لسه ما صار عنده ستيبل انجينا.
ما صار عنده ام اي. هلا سكندري بريفنشن معناه انه صار عنده مثلا ام اي وبدي امنع انذر ام اي في المستقبل. اوكي، سكندري بريفنشن انه صار عنده ام اي مثلا، بدي امنع ريكرنت ام ايز بالمستقبل، هاي اسمها سكندري بريفنشن. اوكي، فهدف اذا العلاج اذا هو ما عمره صار عنده ان يصير هو برايمري بريفنشن، واذا صار عنده وبدي امنع انذر اتاك في المستقبل بنسميه سكندري بريفنشن. تمام يا حلوين. نيجي هلا على المانجمنت. هلا الأدوية، يعني بدنا ندخل على أدوية رسمية. الأدوية اللي أنا بغطيها هاي كمان بدي اشيلها. الأدوية اللي احنا بدنا نغطيها بالعلاج الأنجينا بنقسم لقسمين، أدوية بتسيطر على السيمتوم اللي هي ميلي تشست بين، وأدوية بتعالج نفس الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز، يعني بترجع على هاي الصورة وبتعالج الليبيد ديبوزيشن وبتعالج الأساس كل الباثوفيسيولوجي. إذا مرة ثانية، الأدوية اللي لازم أعطيها للمريض هي جروبين من الأدوية. في أدوية بتغطي لي بس السيمتومز، بس السيمتومز يعني الأنجينا، هي اسكيميك سيمتومز، يعني نحط تشست بين، هاي سيمتومز بكت تشست بين. والأدوية النوع الثاني او الجروب الاخر هو الجروب اللي بيشتغل على الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز. ايش يعني باثوفيسيولوجي؟ يعني بيجي هون على هاي الصوره، شايفين هاي الصوره، هاي الباثوفيسيولوجي. مش اول خطوه بالباثوفيسيولوجي هي اللي بدي بوزيشن واثيروسكلروسيس؟ طيب شو اللي بيعالج اللي بدي بوزيشن؟ ايش اعطي برايكم؟ دكتور استاتين هاي استاتين. ستاتين، فالستاتين كل مريض السبب الأنجاني لازم ياخذ ستاتين عشان اوقف هاي العمليه او احاول امنحها او على الاقل اقلل منها، انه هذا اللي بدي بوزيشن اللي قاعد عم بلزق على البلد لومن من جوا احاول اخففه. فالمنطق بيحكي لي انه السبب الأنجاني لازم ياخذ ستاتين. طيب شو رايكم انتم كمان تستنتجوا هون؟ اول خطوه بعد ما يصير عندي فيشر، مش هون اكيوت كورونري سيندروم قلنا بصير عندنا فيشر او رابتشر للكاب، وبعدين بصير بليتلت ادهيجن، بليتلت اجريجيشن، بعدين ثرومبس فورميشن، بعدين بصير عندنا يا انستابل انجينا يا ام اي. طب هاي الخطوه هل ممكن امنحها من الرقم دي؟ شو رايكم؟ كيف ممكن امنحها من دي؟ دكتوره نعطي انت بليتلت. ايوه انت بليتلت. منطق تحكي لي، ام المنطق بحكي مادام اول خطوه لحتى اوصل ام اي هي بليتلتس، هاي هي اللي عامله المشكله، بوقفها يا عمي، بنوقف البليتلت اديجن، وبالتالي ذهابه للام اي بده يقل او ممكن يمنع تماما. ماشي، عشان هيك كل المرضى لازم ياخذوا ستاتين عشان نقلل الستيبل انجينا اصلا حدوثها. واذا صار عندنا ستيبل انجينا كيف امنع الام اي والانستيبل انجينا؟ برضه بوقف اول خطوه اللي هي البليتلت اديجن، بعطي انتي بليتلتس. تمام، من هون اجى تفكير العلماء بالجايد لاين، قالوا شو رايكم الادويه اللي بتسيطر على هاي بسموها فارماكو ثيرابي تو بريفنت اكوت كورونري سيندروم، يعني كيف بدي امنع الانستابل انجينا والام اي؟ يعني بمعنى اخر هاي الادويه اللي بتسيطر على الباثوفيسيولوجي. اول شيء بدي اعطي ستاتين لكل المرضى، حتى سموهم فيزو بروتكتيف ايجنتس، بروتكتيف لانه بيعالجوا نفس الاندرلاين كوز، بيعالجوا نفس الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز. بدهم يعطوا ستاتين عشان خطوه رقم بي، بدهم يعطوا انتي بليتلت عشان خطوه رقم دي. شايفين كيف بمنعوها؟ برضو ايرس كنترول كمان بدهم ياخذوا اس اور ار. احنا بتتذكروا احنا قلنا لكم دائما الكارديو بيحبوا الاس والار لانه لهم كارديو بروتكشن، لهم انتي اوكسيدنت افكت. تذكروا قلت لكم هون انه اللومن الداخلي هون، هذا اللومن الداخلي مفروض انه يكون سموث وسوفت، والبلد بتزحل عليه زحله بتذكروا. ولما الواحد يكون سموكر ودايابيتس شو بصير؟ بصير خشن.
فبصير عنده من الاكسديشن خشن. فبتيجي الايس اور ار لهم انتي اوكسيدنت افكت، فبيحاولوا يعملوا هيلينج يعني بيحسنوا البلد فيزل من جوا، هدول الايس والار. عشان هيك برضه هم بيشتغلوا على الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز. تمام. اذا ما نحكي فارماكوثيرابي تو بريفنت اكوت كورونري سيندروم، هم اللي بيمنعوا الدث وهم اللي بيعملوا فيزو بروتكتيف افكت، هم انتي بلاتلت وستاتين وايس. هلا الادويه اللي بس لها انتي انجينال افكت يعني بس تشتغل على السيمتومز، فهي حتى البيتا بلوكر على فكره بحطوه هون وهون، برضه البيتا بلوكر كنترول سي لهم افكت على الباثوفيسيولوجي بحبوه، بس حنحطه بالاحمر يعني لانه هلا لما بشوفكم بالصوره بفرجيكم. برضه البيتا بلوكرز بحبوها بكل الناس اللي عندهم انجينا، تشتغل شوي على الباثوفيسيولوجي. طيب اللي له انتي انجينا دكتورة نعم، البيتا بلوكر هم الاختصاصات زي الام بي سي ولا كلهم؟ لا لا كلهم خاص، ام بي سي بس بالهارت فيلير كلهم بيقدر يستخدمهم. طيب اللي لهم انتي انجينا الافكت بيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز، نايتريتس، والرانولازين. هدول الاربع ادويه، وفي ادويه اخرى اقل استخدام نحكي عنها لقدام. هدول فقط على لهم انتي انجينال، ما بيشتغلوا على الباثوفيسيولوجي. يعني بتعرفي اذا بدي اقرب لكم الصوره زي الهارت فيلير، شو الادويه بالهارت فيلير كانت تشتغل بس على السيمتومز بس من التريبل ثيرابي؟ الاس والار دكتوره قلنا خيا زايد او لو الاس والار بيشتغلوا اللي بيشتغلوا على السيمتومز يا يزن. التريبل ثيرابي هي ايس وبيتا بلوكر الدايرتك الدايرتك يس ايس وبيتا بلوكر ودايرتك. الدايرتك فقط بتشتغل على السيمتومز، ما لها شغل على الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز. لما نيجي على الباثوفيسيولوجي تبع الديزيز هو الايس والبيتا بلوكر بحاله الهارت فيلر، هون نفس الشيء ايس والبيتا بلوكر له افكت وزائدهم ستاتين والانتي بليتلتس. يعني الاشياء اللي بتشتغل على الانجينا سيمتومز ما لها دخل بالباثوفيسيولوجي، فقط بتقيم السيمتومز، فقط بتقلل السيمتومز تبعت التشست بين. فانا المريضي كل مريض الستيبل انجينا بدي اتاكد من الدياجنوستيك تيست من التشخيص، بعدين ثاني خطوه بدي اعمل كنترول للريسك فاكتورز، بشوف بشيء كل الريسك فاكتورز اللي عنده. اذا هو ديزيزز معناه ما نحكي كنترول معناه بده يكون الريسك فاكتور موديفايبل. ايش في عندي موديفايبل ريسك فاكتورز؟ الديزيزز زي هايبرتنشن، سليبيديميا، ديابيتس، هذا كلها من الموديفايبل. اذا اوبيز بده يصير اوبيز، ويت ريدكشن، سيجارت سموكينج، الكحول سيسيشن، هاي كلها كنترول اوف ريسك فاكتور. نيجي هلا هون الفيزو بروتكتيف ايجنتس، هاي هم انتي بليتلت، ستاتين، اس اور ار، وضافوا اللي لهم انتي انجينا الافكت بس على السيمتومز بيشتغلوا، هم كالسيوم شانل بلوكرز، نايتريز، بيتا بلوكرز، ورانولازين. هذا يعتبر دواء جديد جديد استخدامه. دكتورة هلا نحن بس بحالة السيمتومز بنعطي هاي الأدوية؟ يعني مجرد ما يحس المريض بالعرض بس بنعطيه هذا الدواء نيتروجليسيرايد وبيتا بلوكر وهيك؟ يس، إذا ما عنده سيمتومز ما بياخذ هاي الأدوية. صح تمام، صح كلامك. فأنا كل مرضاي اللي عندهم هايهم، خلينا أكبركم هذا السلايد عشان نتبع، مهم جدا هذا السلايد. فكل المرضى اللي عندهم ستيبل أنجينا لازم يصير عندهم لايف ستايل موديفيكيشنز اللي هي زي الدايت، اكسرسايز، ويت لوس، سموكينج سيسيشن. تمام، لازم ياخذوا ستاتين. هاي الستاتين هلا الأدوية كل حكيناها حتلاقوها بهذا السلايد، هاي ستاتين ثيرابي. وكلياتهم لازم يكون بجيبتهم موجود نيتروجليسرين سابلينجوال عشان اذا صار عنده التشست بين ياخذ حبه تحت اللسان، هاي دائما موجوده بجيبته على فكره، هاي سب لينجوال نيتروجليسرين، هاي بتساعده اذا صار عنده تشست. افرض مثلا فجاه سمع هيك خبر ازعجه، ما عمل اكسرسايز ولحاله سمع خبر، مش قلنا الاخبار او الستريس او الايموشن لها تاثير سلبي. افرض لسبب او لاخر سمع شيء ضايقه، خبر مزعج، صار عنده تشست بين، باخذ حبه تحت اللسان.
فالحبة تحت اللسان دائما موجودة في جيبته للطوارئ، تمام؟ هاي الستاتين لازم كل المرضى اللي عندهم ستيبل انجينا ياخذوا ستاتين. طيب ثاني خطوة، كل المرضى لازم ياخذوا اسبرين اللي هو الانتي بليتلت. لما نحكي انتي بليتلت هو الاسبرين هو الدراج اوف تشويس. العيار من 81 ل 325 هذا هو الدوز الانتي بليتلت دوز. انتي بليتلت دوز هي من 81 ل 325، بس هو المتعارف عليه هو 100 ملي جرام. اوكي هو رينج من 81 ل 325، رينج واسع، بس هو الاكثر استخداما والموجود بالسوق هو اسبرين 100 ملي جرام، وال100 اوريدي ضمن الرينج. اذا في عندي كونترا انديكيشن للاسبرين زي اسبرين اليرجي بعطي كلوبيدوغريل. كلوبيدوغريل برضه انتي بليتلت. اذا مره ثانيه كل مرضى ستيبل انجينا لازم ياخذوا انتي بليتلت. مين اللي دراج اوف تشويس في الانتي بليتلت؟ هو الاسبرين. ليش على فكره هو دراج اوف تشويس؟ لانه رخيص، لانه رخيص. يعني علبه الاسبرين يمكن دينار او دينارين، وعلبه الكلوبيدوغريل 17 دينار. فانا ليش اروح على الغالي؟ لا بعطي رخيص. اذا الدواء هذا رخيص عنده اليرجي له او عنده اي كونترا انديكيشن مش قادر يستخدم الاسبرين، بروح بحوله على كلوبيدوغريل. هل شايفين ان كيس اوف اسبرين كونترا انديكيشن او انتوليرانس يعني مش قادر يستخدمه، بروح على كلوبيدوغريل عياره 75. هلا في حاله خاصه للي مركبين شبكات، مش هلا قلت لكم انا القسطره ممكن اركب شبكه، هذي ساعتها اذا مركب شبكه لازم يمشي على 2 انتي بليتلت، اسبرين زائد كلوبيدوغريل. اذا مره ثانيه اللي عنده ستيبل انجينا بده ياخذ اسبرين لحاله. متى بستخدم الكلوبيدوغريل؟ بحالتين. اذا الاسبرين كونترا انديكيشن له، في كونترا انديكيشن عند المريض للاسبرين زي اليرجي مثلا، بحوله لكلوبيدوغريل الون. هاي اول استخدام للكلوبيدوغريل. ثاني استخدام للكلوبيدوغريل اذا واحد ركب شبكه، لما يركبوا له شبكه بيطلعوه على 2 انتي بليتلت. شو هم؟ اسبرين زائد كلوبيدوغريل. بعد 6 شهور بوقف الكلوبيدوغريل، بضل ماشي على الاسبرين لحاله لونج لايف. طبعا بضل عليه لونج لايف، حتى الستاتين بضل لونج لايف عليه ما بوقفه. واضح يا جماعه؟ اذا بهاي الخطوه هي درسنا. لو سمحتي طب اذا هو عم ركب شبكه وعنده حساسيه من الاسبرين، نعطي كلوبيدوغريل بجرعه عاليه ولا بنفس الجرعه؟ ممكن نعطي جرعه عاليه، ممكن نختار انتي بليت الثالث، في دايباريدامول، في انتي بليت ستانين. دكتوره كمان اذا باخذ وارفارين لازم اعطي اسبرين؟ ما دخل وارفارين بالاسبرين، وارفارين انتي كواجولانت. اسبرين ايش هو؟ بالسبب الاسبرين والوارفارين دراج دراج انتراكشن في ريسك للبليدنج، يس. بس بافرض الوارفارين هو ماخذه لسبب معين، بدك تعرف ليش ماخذ الوارفارين ساعتها. ماخذه للدي في تي دكتوره. طيب افرض ماخذه للدي في تي، وهذا الاسبرين للستيبل انجينا، كل واحد له ميكانيزم. بس زي ما انت بتحكي انه في ريسك للبليدنج، ايش بنعمل؟ بس دائما بتبع على البليدنج، بس ما بوقف ولا دواء. تمام. اذا بهاي المرحله يا جماعه، هاي اول خطوه اخذ ستاتين، الخطوه الثانيه اخذ اسبرين، الخطوه الثالثه هي بقول لك لازم نضيف ايس اور ارب، واحد منهم. سواء كان عنده في تفصيلات، عنده دايابيتس ما عنده دايابيتس، بس انا بنحكي كل المرضى بغض النظر عنده دايابيتس او ما عنده دايابيتس بده ياخذ ايس اور ارب. هذول كلهم الثلاث ايش سميناهم؟ فيزو بروتكتيف ايجنتس، ستاتين اسبرين اس اور ار. تحت هلا بدنا نشرح لما يكون عنده انجينا سيمتومز اللي هي انتي انجينال. هي هدول الانتي انجينال حنشرحهم المحاضره الجاي، اللي هم من عند البوكس اللقم لونه ازرق، انتي انجينال ثيرابي. هذا المره الماضي الجاي ان شاء الله. هون نكتب فيزو بروتكتيف ايجنتس. فيزو بروتكتيف ايجنتس. اوكي حدا عنده اي سؤال؟